السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلامذتي الأعزاء، في درس جديد بتاريخ 17/5/2020 للمستوى الابتدائي الرياضيات، وذلك في درس تنظيم البيانات وعرضها في جدول من إنجاز أستاذكم. وننتقل مباشرة إلى عرض الوضعية. إذا الوضعية هنا، هذه نقط حصل عليها تلاميذ أحد الأقسام الأولى في فرض الرياضيات. إذا لدينا مجموعة من النقط، من التلاميذ من حصل على 9، من حصل على 7، 8 إلى آخره. إذا لننظم هذه النقط في جدول ثم نبحث عن، يعني سنأخذ هذه النقط وننظمها في جدول معين ونبحث عن مجموعة من الأشياء يطلبها منا. إذا مثلا عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة. إذا سنحدد عدد التلاميذ الذين نالوا على أعلى نقطة. ننتقل مباشرة إلى عدد التلاميذ الذين نالوا أدنى نقطة. مثلا النقط التي نالها أكبر عدد من التلاميذ. ونأخذ مثلا بتسطير، ونقوم بتسطير جدول ونقوم بتحليل هذا الأمر. هنا مثلا سأخذ جدولا بهذه الطريقة. من طبيعة الحال عليكم أن تقوم بالتسطير باستعمال المسطرة، لكن أنا لا أتوفر عليها حاليا. إذا مثلا سأقوم هنا بوضع النقط مثلا. إذا سأحدد عدد النقط التي توجد هنا. مثلا لدي هنا 9، 9، 7، 7 عدد أو رقم جديد، 8، 10، 9، 8، 7، 8، 9، 9، 8، 7، 9، 10، 7، 8، 9، 9، 9، 8. إذن النقط التي حصل عليها التلاميذ هي 10، 8، 7، 9. إذن لدينا مجموعة كبيرة من التلاميذ، كل حصل على نقطة. منهم من حصل على 10، منهم من حصل على 8، 7. جيد. إذا هذه النقط سأقوم بوضعها في الجدول. إذا مثلا سأقوم هنا بوضع 10 النقطة الأكبر، 9، 8، عفوا 10، 9، 8، نعم 7. جيد ممتاز. هنا سأتركه فارغا. إذا لدينا 10، 9، 8، 7. أحدد الآن نوع أو عدد التلاميذ. عدد التلاميذ، عدد التلاميذ. إذا لدينا مجموعة من التلاميذ، لدي مجموعة من التلاميذ. إذا أريد عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة. أولا أقوم بحساب عدد التلاميذ الذين حصلوا على 10، والذين حصلوا على 9، 8 و7. إذا مثلا سأبدأ ب10. لدي هنا 1، 2 فقط. إذا لدينا هنا 2، عدد التلاميذ الذين حصلوا على 10 هما 2. 9، أبدأ بالحساب، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. إذن عدد التلاميذ الذين حصلوا على 9 هو عددهم هو 9. أنتقل إلى 8 وأحسب، 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن لدي هنا 6. أنتقل إلى معدل 7. إذن 1، 2، 3، 4، نعم لدي 4. إذن سأقول هنا لدينا 3 أسئلة أو 3 تعليمات. لدي التعليم الأولى، عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة. إذن أريد أن أحدد التلاميذ الذين حصلوا على أعلى نقطة. مثلا سأقوم بتلوينها، نعم سأقوم بتلوينها بالأصفر. مثلا على التلاميذ الذين حصلوا على أعلى نقطة. إذن أعلى نقطة في نظركم
هي 10، 9، 8 أم 7؟ من طبيعة الحال هي 10. إذا عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة هما 2، لأنه فقط 2 هما الذين حصل على المعدل 10. وننتقل عدد التلاميذ الذين نالوا أدنى نقطة. من طبيعة الحال هنا في هذا الفرد أدنى نقطة هي 7. إذا لدي 10، 9، 8، 7. إذا أدنى نقطة حصل عليها كم من تلميذ؟ نعم، لدي هنا مثلا سأخذ هذا اللون الأزرق، 4. 4 تلاميذ هم الذين حصلوا على المعدل 7. إذا ننتقل إلى التعليمة الأخيرة. إذا النقط التي نالها أكبر عدد من التلاميذ. إذا من طبيعة الحال لدينا مجموعة من النقط، ولكن نقطة واحدة حصل عليها مجموعة كبيرة من التلاميذ، ألا وهي المعدل 9. نعم، 9 حصل عليها العديد من التلاميذ. وننتقل مباشرة ونعيد عرض الوضعية وعرض الجدول بطريقة منظمة أكثر. إذا كما ترون لدي هنا النقط 10، 9، 8، 7، وفي عدد التلاميذ الذين حصلوا على هذه المعدلات هما 2 ل10، و9 حصلوا على المعدل 9، و6 تلاميذ حصلوا على المعدل 8، و4 تلاميذ حصلوا على المعدل 7. وبهذه الطريقة تلامذتي الأعزاء نكون قد وضعنا معلومات في جدول وسهل علينا العديد من المشاكل. تخيلوا معي أصدقائي أو تلامذتي، إن لم نتوفر على هذا الجدول ماذا كان سيحدث؟ كان علينا أن نقوم في كل تعليمة بحساب وإعادة الحساب مثلا عدد التلاميذ، ويمكن أن نقوم بأخطاء كثيرة. فمثلا هنا مثلا لدينا عدد قليل من التلاميذ في قسمنا، مثلا في الفصل الذي أدرسكم فيه عدد التلاميذ هو 31، من طبيعة الحال أكبر من هذا العدد. إذا سأقوم أنا كأستاذ بوضع نقطكم في جدول لكي أسهل تحليل هذه البيانات. إذا أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا الدرس، وأطلب منكم صغاري أن تنجزوا أنشطة الكراسة الصفحة 105 و106، وننتقل بإذن الله في التصحيح. شكرا لكم صغاري، ونلتقي في الدرس القادم.